الحمد لله نعمه من عند ربنا. مبروك لمجلس اداره، مبروك للكابتن محمود الخطيب، الحقيقه كان متواصل معنا على طول بشكل دايم بيتابع كل حاجه الحمد لله. مبروك للاعيبه النادي الاهلي الحقيقه تحملوا المسؤوليه، وزي ما قالوا واحنا يمكن طالعين من القاهره في الطياره قالوا احنا رايحين ان شاء الله هنحقق فوز، وفوز كبير ان شاء الله، وهنبقى رجاله وهنتحمل المسؤوليه تجاه جماهيرنا. مبروك ليهم الحقيقه، كلهم بذلوا مجهود كبير جدا. الظروف في الحياة ما كانتش سهلة جدا فعلا، يمكن بعض الناس مش ملمة بالتفاصيل الحياة بتاعت البعثة، لكن النهاردة كمان الظروف كانت قاسية جدا الحياة، وكان في توتر شديد جدا في الملعب، إنما الحمد لله نعمة من عند ربنا، إن شاء الله كده ربنا يكرمنا في اللي جاي، وإن شاء الله بإذن الله تكون الأمور أفضل وأفضل. ألف ألف مبروك ليهم، رجالة النادي الأهلي دايما رجالة، مبروك لمجلس إدارة، مبروك لجمهور الأهلي العظيم اللي بيتابع في كل لحظة وفي كل دقيقة، ألف ألف مبروك، الحمد لله نعمة من عند ربنا وجبر خواطر، إن شاء الله عندنا الهدف الأسمى بالنسبة لنا إن إحنا نكمل مسيرتنا، إن إحنا نحصل على البطولة العاشرة، ده يعني زي ما بيقولوا إيه تصحيح للي حصل الحقيقة في نتيجة المباراة اللي تمت في القاهرة، إنما إن شاء الله عندنا لسه مباريات مهمة جدا، إن شاء الله نكمل وإن شاء الله البطولة تبقى من نصيبنا، وإن شاء الله لعيبة النادي الأهلي رجالة ومجلس إدارة النادي الأهلي دايما متكاتف، ربنا يبارك في الكابتن محمود. النادي الأهلي دايما كبير، واللعيبة الكبيرة بتظهر دايما في المباريات الكبيره والمواقف الصعبه. اعتقد الحمد لله ادينا مباراه كويسه، واعتقد التوفيق اللي ما كانش ملازمنا الماتش الاولاني الحمد لله ربنا ادهولنا، والحمد لله اكتر بشكر اللعيبه طبعا على المجهود. انت شفت الجو عامل ازاي وشفت الملعب عامل ازاي، يمكن ربنا النهارده الحمد لله يعني الواحد حس اللي هو يعني كان رؤوف بينا الحمد لله، يعني المطر الحمد لله قللت شويه من صعوبه الملعب ودرجه الحراره، لكن برضو حتى لو كانت الظروف صعبه اعتقد اللعيبه كان عندها تصميم كبير اللي هي تحقق مكسب واداء كويس. كنا انا اتكلمت معاك امبارح وقلت لك اللعيبه كلها مركزه، واحنا كلنا متعادين ان احنا نعمل اداء كويس ونتيجه كويسه، واعتقد الحمد لله ربنا اكرمنا الحمد لله بيها. احنا اللي حاطين نفسنا قبل المباراه في وضع زي ده، صحيح كنا في المباراه الاولى كان متسيدين الموقف تماما، ولو تعادل المباراه مليار مره مش كميه الفرص اللي جات لك دي ما كنتش هتضيعها، لكن هي دي كره القدم، لما بتديك ظهرها بتبقى الامور صعبه جدا. حاله التركيز لما جينا هنا كانت باينه جدا على الوشوش، واحنا كلاعبي الكوره او ناس مهنيين في الموضوع بتبقى حاسس من الوشوش، من نبرات الصوت، من او التون بتاع الصوت، نبره الكلام، حاله الجديه اللي بتبقى حتى وانت قاعد بتاكل او بتبقى فيها اجتماعات. يعني الحمد لله بشكر اللعيبه جدا على المجهود اللي عملوه، بشكر اللعيبه جدا على حاله التركيز اللي كانوا فيها، بشكر اللعيبه جدا على فرض شخصيتهم وعزيمتهم على الارض الصعبه قوي. يعني يمكن ماتش القاهره كان انت شفت طبعا كميه الفرص اللي احنا هدرناها، فاحنا كل ماتشاتنا بعد كده هنلعبها على المكسب، لان دي مكانه النادي الاهلي الطبيعيه اللي انت بتلعب على المكسب، فالحمد لله طبعا على المكسب، وكان مهم جدا وكنا محتاجينه. الدنيا هنا في افريقيا طبعا انت عارف بتبقى صعبه، بس ما فيش اعذار، احنا جايين هنا نكسب، احنا يعتبر اعتدنا خلاص عن اللي احنا بنلعب في الاجواء دي، فكنا احنا جايين عشان المكسب وبس. فطبعا ببارك لجمهور النادي الاهلي، وان شاء الله الفتره اللي جايه تبقى مزيد من الانتظار باذن الله ان شاء الله.